في أعقاب توجيه إسرائيل اتهامات للأونروا بأنها مخترقة بالكامل من قبل حماس، أكدت الحكومة الأمريكية أنها تركز حالياً على التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن الادعاءات التي أثيرت حول تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر. وكانت نحو 12 دولة بما في ذلك جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد علقت تمويلها للأونروا. واستجابة لهذه الأحداث، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم حيادية وكفاءة الوكالة والرد على الادعاءات التي وجهت لعدد من موظفيها. فهل ستثق أمريكا باللجنة وتتراجع عن قرار وقف التمويل؟ أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى إمكانية تراجع بلاده عن هذا القرار في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تداعياته على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. وأضاف أن دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في غزة والمناطق المجاورة يعتبر حيوياً، حيث يشمل ذلك توفير الغذاء والدواء والمأوى والدعم الإنساني الضروري الآخر. وأوضح أن قرار تعليق التمويل الإضافي للأونروا جاء بصورة مؤقتة بهدف جمع المعلومات وتحليلها بشكل شامل لاتخاذ قرارات مستقبلية. وكانت مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس اليوم صرحت أن الوكالة تتوقع صدور تقريرها الأولي بشأن الاتهامات الإسرائيلية بحلول أوائل مارس المقبل. وتعتقد الوكالة أن المانحين الذين أوقفوا تمويل الأونروا سيراجعون قراراتهم مرة أخرى. فهل يحدث ذلك؟